قول هيك طول عمري. اللي بعد هون اخر حفله عملتها بنادي الجزيره بمصر كان فيها 12,000 واحد، واجا استاذ عبد الحليم حافظ الله يعطيه الصحه كمان ويطولنا عمره، اجا قدمني هو بالحفله. ايوه، واخذوا لنا الصوره هيدي انا وياه واقفين عم نضحك. يبقى في اثنين، فريد المرحوم الموسيقار فريد الاطرش وسليمان نجيب، الاثنين من الصور اللي عم نمر عليهم. طيب وفي وهون استاذ عبد الحليم طبعا حكينا عنه. في هون الله يرحمه كمان كنت حبه كتير وكنت ناجحه انا وياه.